كل سنة في تطور أفضل من الآن، اللي يمكن هذه الحجة رقم 30. ما شاء الله تبارك الله. كيف شفت تطور الخدمات كثير من كثير أول جدا. سنة إلين اليوم؟ مرة يعني حج ما شاء الله تبارك الله، يعني مع المرشات هذه اللي تلطف الجو. حنا في عز الصيف الآن، حنا في شهر يونيو يوليو، وهذه أسخن شهرين في السنة، والحجة يعني متوافق معها السنة هذه والحمد لله. ولكن الحمد لله رب لطف الله بعباده. الحمد لله. وش أبرز شيء شدك يعني التغير اللي لاحظته أنت من أول سنة اللي قبل 30 سنة واليوم؟ أكثر شيء تنظيم حركة المرور، تنظيم حركة المرور. المرور منظم بحركة ممتازة جدا، والشوارع ممتازة جدا الحمد لله. أنت جاي تخجل حالك ولا معك أحد؟ معي العائلة هنا. ما شاء الله تبارك الله، الله يسر أموركم إن شاء الله ويتقبل. بارك الله فيك وتقبل منك العمل يا رب. شكرا. الله يرضى عليك.